مصر تجدد رفضها القاطع للمخططات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء، وتؤكد أنها لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعلن اعترافها بدولة فلسطين، وحماس والسلطة الفلسطينية ترحبان، وإسرائيل تبلغ سفراء الدول الثلاث باحتجاجها. سلطة الاحتلال ألغت قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، مما يتيح عودة المستوطنين إلى المنطقة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. أهلا بحضراتكم. كانت مصر وستظل دوما المساند الأكبر للقضية الفلسطينية منذ 75 عاما بموقف ثابت يحفظ الحقوق الفلسطينية. مواقف مصر لا تقبل المزايدة أو التأويل من أي طرف، وذلك بإقرار التاريخ وجغرافيا وأدبيات الدبلوماسية على مستوياتها كافة. طالب مصدر رفيع المستوى إسرائيل بمراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم، والتي تتجاوز 500 شاحنة، قبل أن تتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات إلى القطاع. وشدد المصدر على أن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا. وأضاف المصدر أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة هي عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول لأراضيها يؤكد نوايا ومخططات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين لسيناء، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع. وجدد المصدر رفض مصر بشكل قاطع المخططات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء، وأكد أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها. وكان مصدر رفيع المستوى قد أعرب في وقت سابق عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع. وأضاف المصدر أن بعض الأطراف يقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وبإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة. وأكد المصدر أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاء بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، وذلك نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة، لافتا إلى أنه من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام إلى مصادر تطلق عليها مطلعة وتتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشره لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة. تواصل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها لدعم القضية الفلسطينية، وذلك في إطار موقف مصري واضح تجاه القضية التي حملتها القاهرة على عاتقها منذ عام 1948. وشددت مصر مرارا على أن حل القضية الفلسطينية يرتكز على محاور عدة، الأساس يكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو في عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. المزيد مع الزميل مصطفى مزار.
أهلا بكم. دعم غير محدود وإيمان راسخ على مدار عقود، موقف مصري واضح تجاه القضية الفلسطينية التي حملتها القاهرة على عاتقها منذ عام 1948، هو موقف لم ولن يهتز يوما أو يتغير حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه. القاهرة حرصت دوما على التأكيد على مقاربتها الوطنية لحل القضية الفلسطينية، والتي ترتكز على محاور عدة أساسها أن حل القضية الفلسطينية يكمن في إنفاذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بالتوازي، رفضت مصر الإجراءات أحادية الجانب التي تعوق إقامة الدولة الفلسطينية كالاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، فضلا عن دعمها الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، وبصفتها أكبر دولة عربية وقوة إقليمية فاعلة كانت لرؤسائها ومسؤوليها مواقف واضحة وثابتة في المحافل وفي المؤتمرات الإقليمية والدولية لدعم القضية. في سبتمبر من عام 1993 شاركت مصر بتوقيع اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، وتوالت جهودها حتى إتمام توقيع بروتوكول القاهرة أغسطس عام 1995 الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية. مع انطلاق الألفية الجديدة طرحت مصر مبادرة لوقف العنف واستئناف المفاوضات في مارس من عام 2001، ثم اقترحت في يونيو من عام 2022 إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي. كانت لمصر جهود في إقرار خارطة الطريق تبنتها اللجنة الرباعية، والتي أيدت وثيقة جنيف في ديسمبر من عام 2003 تنص على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلتها عام 1967. أشرفت على الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2006 عقب التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع، ومن ثم الإشراف على صفقة جلعات شاليط عام 2011. مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من عام 2014 ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية لمصر، فبذلت القاهرة العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. وتدخلت مصر بشكل دائم ومستمر مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، على رأسها ملف المصالحة، وأشرفت كذلك على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017 إيمانا منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني أولا من الداخل. في عام 2021 نجحت مصر في إحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط بقطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، كما رصدت ميزانية قياسية بلغت $500 مليار لإعادة إعمار القطاع. عقب عدوان مايو عام 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة، كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد أغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع. تم تجهيز 3 مستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري. الجهود المصرية المخلصة ظهرت جلية وبشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر بتفعيل تحركات آنية في عدة اتجاهات سياسية ودبلوماسية وإغاثية لمحاولة تقويض هذه التداعيات وتقليل تأثيراتها قدر المستطاع في إطار موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، قضية لن تتردد مصر في حمايتها وأداء واجبها تجاه الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم مهما طال الزمن وتعددت أشكال الاحتلال.
لقراءة أكثر تحليلا معنا هاتفيا دكتور صبحي عسلي الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. دكتور عسيلة أهلا بحضرتك معنا. وأكاذيب إسرائيل هي عرض مستمر بالتأكيد ومحاولات تشويه دور وجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية. قراءتك لسياسة لي الحقائق في مقابل موقف مصري ثابت وواضح؟ يعني خلينا أكد لحضرتك على حاجتين أو نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى اللي حضرتك سميتيها إنه السياسة الإسرائيلية تقوم على مسلسل من الأكاذيب مستمر، وأنا أسميها إن آلة الكذب الإسرائيلية لا تتوقف عن العمل لا ليلا ولا نهارا. النقطة الثانية أنه فيما يتعلق خلينا نبقى عارفين إن كلما تثبت الموقف المصري، كلما أعلنت مصر وأصرت على موقفها الداعم والرافض لكل ما تقوم به إسرائيل، أقصر هذه الترتيب وهذه الادعاءات، وأن هذا الادعاء الأخير ليس الأول ولم يكن الأخير بأي حال من الأحوال. خلال 7 أشهر الماضية تعرضت مصر سواء من الإسرائيليين أو الإعلام الإسرائيلي أو حتى الإعلام الأمريكي لكمية غير مسبوقة في الحقيقة في العلاقة بين البلدين، لكمية من الأكاذيب والمزاعم التي لم يثبت بالمناسبة يعني صحت ولا صحت حتى يعني ربع منها ولا خمس منها ولا أي نسبة في الحقيقة لها هذه الادعاءات، ولم تثبت أي صحيفة من كل هذه الادعاءات ولا تقدم أي وصف واحدة على مثل هذه. قراءتك لتعامل المجتمع الدولي مع هذه الاتهامات وهذه الادعاءات سواء كانت من قبل إسرائيل، وبالتالي كيف يتعامل المجتمع الدولي مع مصر مع موقفها الواضح في ظل ذلك اتهامات وظروف؟ احنا اذا هذا الموضوع عندنا مشكله كبيره، وهذه المشكله متعلقه بالانحياز السافر للاعلام الغربي ناحيه اسرائيل، خاصه انه متابع للاعلام الامريكي المنحاز بالضروره والتابع بالضروره لكل الروايات الاسرائيليه. وهنا المجتمع الدولي الذي يستقي معلومات من الاعلام الغربي والاعلام الامريكي لا يمخص كثيرا. هؤلاء القراء ليس لديهم القدره على تكشف الحقائق ولا حتى ايصال الاسئله، يعني من حيث المنطق فقط يمكن ان يقف هذه الاكاذيب والادعاءات. بينما مصر، وهنا لازم نحيي دور القاهره الاخباريه التي تعرض الحقيقه كامله، وكل وسائل الاعلام المصري وفيهم تلفزيون مصر، كل وسائل الاعلام المصري مسخره لكي تعرض الحقيقه. وانا اقول ان كل المزاعم مصر فندتها ليس قولا بل عملا، انه اي كلام عن المساعدات فان موضوع المعبر مفتوح والمعبر متاحه والمساعدات مصطفه امامه. اي كلام ادعاءاته اسرائيل قدمت مصر دليلا معارضا او نافيا بالضروره لاي زعاق ان هذا الموضوع ادعاء وكذب ولا يمكن التصديق. طيب هذه التصريحات الاسرائيليه دكتور صبحي يعني الى اي مدى تعتبر موجهه للداخل الاسرائيلي في محاوله لتقليل غضب الشارع الاسرائيلي بعد فشلها في التعامل مع تطورات الحرب على غزه؟ يعني بكل تأكيد هذه الادعاءات وهذه الحرب الإعلامية التي تخوضها إسرائيل أساسها أنها إسرائيل تعرف أن الوضع صعب عليها إعلاميا وسياسيا، إسرائيل أصبحت دولة منبوذة هذا على المستوى الدولي، فكل هذه المزاعم بتحاول تبيض هذه الصورة إلى حد ما. إنما الأمر الأهم أشرت عليه حضرتك وهو خطاب الداخل، لأن المعركة في الاساس هي معركه داخليه. اسرائيل كما وصفت اكيد من قبل كده دوله ليست لها سياسه خارجيه، هي فقط لها سياسه داخليه، وكل هذه الخلافات وكل هذه المواقف تبنى وتنطلق وتنتهي وتبدا بالداخل الاسرائيلي. الكل في اسرائيل الان تحت سياسه ائتمانيه عينه على اليوم التالي وتحسته من الكعكه التي يمكن ان يحصل عليها، ومن ثم يصدر هذا الخطاب الى الداخل الاسرائيلي ظنا منه ان هذا القطار، وهو في الحقيقه طبعا في ظل حاله اليمين المتطرف واليمين المسيطر على الراي العام الاسرائيلي، هناك من ينفعل تجاه هذه الروايه ويصدق ان هذا يمكن ان يحدث ولا يعود مره اخرى ليسال نفسه هل هذا حدث، هل يمكن ان يحدث؟ هذا لا يسال تماما لانه خطاب داخلي شعراوي بالاساس من جانب نعم. دكتور صبحي عسيلة الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، شكرا جزيلا لك. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم
من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. رحبت مصر بقرار كولين من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين إعلاء لقيم العدل والإنصاف ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 عقود وبتمكينه من إقامة دولته المستقلة. هذا وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع لا سيما في مدينة رفح الفلسطينية. قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن بلاده تعترف بدولة فلسطينية مشيرا إلى أن كلا من أيرلندا والنرويج وإسبانيا ستعترف بدولة فلسطين. ووصف هاريس هذا القرار بأنه يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق السلام والأمل في المستقبل بدلا من المعاناة. اليوم تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وسوف يتخذ كل واحد منا الآن الخطوات الوطنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وفي الفترة التي سبقت إعلان اليوم تحدثت مع عدد من القادة والنظراء الآخرين، وأنا واثق من أن المزيد من الدول ستنضم إلينا في اتخاذ هذه الخطوة المهمة في الأسابيع المقبلة. هذا يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين. اليوم نستخدم نفس اللغة لدعم الاعتراف بفلسطين كدولة، ونحن نفعل ذلك لأننا نؤمن بالحرية والعدالة باعتبارهما المبدئين الأساسيين للقانون الدولي. أعلن رئيس الوزراء النرويجي اعتراف بلاده رسميا بفلسطين كدولة مستقلة مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 28 من الشهر الجاري. وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن الاعتراف بفلسطين كدولة يسلط الضوء بشكل أكبر على موقف بلاده الراسخ بأن الحل الدائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، مشددا على أن الشعب الفلسطيني حق أساسي ومستقل في تقرير المصير. قررت الحكومة أن تعترف النرويج بدولة فلسطين، وسيدخل اعتراف النرويج حيز التنفيذ في 28 من مايو الجاري، وبهذا ستعتبر النرويج فلسطين دولة مستقلة تتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي تترتب على ذلك. فالدولة الفلسطينية يجب أن تخضع لمعايير القانون الدولي، وينبغي أن يكون هناك ترسيم للحدود الإقليمية بين دولتي فلسطين وإسرائيل على أساس حدود قبل 4 يونيو عام 1967. لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين دولتهم الخاصة، فالسلام في الشرق الأوسط يتطلب قيام دولة فلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في 28 من شهر مايو الجاري، مشددا على ضرورة وجود تحالف دولي في الشرق الأوسط من أجل السلام والأمن. وخلال كلمته أمام البرلمان الإسباني اتهم سانشيز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه يعرض للخطر حل الدولتين في الشرق الأوسط من خلال سياسة المعاناة والدمار التي ينتهجها في قطاع غزة. بعد التوصل إلى توافق بين الحزبين اللذين يشكلان الحكومة الائتلافية التقدمية وتجسيدا لمشاعر الأغلبية للشعب الإسباني، ستوافق إسبانيا في 28 من مايو الحالي على الاعتراف بدولة فلسطين. إذا كان هناك شيء واحد بالنسبة لي
فهو أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه مشروع سلام لفلسطين. نتنياهو يسبب الكثير من الألم والكثير من الدمار والعنف. هناك قدر كبير من الضغينة في غزة وبقية فلسطين، مما يجعل جدوى حل الدولتين في خطر شديد. استدعت إسرائيل سفيريها في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات طارئة بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن دبلن وأوسلو اتخذتا خطوات متسرعة وسيكون لها عواقب وخيمة. هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من مايو الجاري. رحبت حركة حماس باعتراف كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرة أن تلك الاعترافات تمثل نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية. ودعت حركة حماس دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاعترافات التي تم الإعلان عنها اليوم خطوة مهمة على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين. من جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس وزراء النرويج بالاعتراف بدولة فلسطين، وأن استكمال إجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 من مايو الجاري. وثمنت الرئاسة الفلسطينية قرار النرويج لأهميته في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أن مملكة النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية. رحب الفلسطينيون في قطاع غزة بقرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية. وطالب الفلسطينيون في القطاع الدول الأخرى بأن تتخذ قرارا مماثلا. والله شيء عظيم، نأمل من باقي الدول العالم أن تعترف بدولة فلسطين كما اعترفت إسبانيا جديدا والنرويج وأيرلندا بحق في دولة فلسطين، ولنا حق لنا أن نعيش كباقي الدول، لنا دولة ونعيش بحرية كباقي دول العالم. شيء طبيعي، العالم صار يطلع بنظرة أكثر شمولية، والجيل الموجود حاليا من الشباب وحراك الجامعات له كان دور كبير جدا إنه يأثر على حكومات الدول إنها تغير موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وهذا بحد ذاته إيش إحنا بنختفر فيه. وبنشكر الدول اللي بدها تحذو إسبانيا والنرويج.
ولقراء أكثر عمقا بشأن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين المستقلة، بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني. يعني دكتور، بعد التحية، استيقظنا اليوم على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، ما الذي يمكن أن يترتب على هذه الخطوة في القانون الدولي؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن هذه الخطة هي خطة إيجابية بشكل كبير اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة هي رسالة واضحة من قبل العديد من الدول الأوروبية، والتي أعتقد خلال الفترة القادمة ستتطور أخرى، ولكن هذا يدل على أن هناك أصبحت صحوة، أصبح يقين لدى هذه الدول بأن كل ما كان يمارس من التضليل والخداع رواية إسرائيلية الحقيقة التي تتحدث عنها شعبا فلسطينيا نريد أن يعيش كبقية شعوب الأرض وأن يكون له دولته المستقلة ولديه من الإمكانيات البشرية التي تؤهله لأن يحكم نفسه بنفسه وأن يكون له هذه الدولة المستقلة. لذلك جاء هذا الاعتراف تتويجا أولا لجهد دبلوماسي سياسي فلسطيني وعربي متواصل ومتكامل في كافة الأرواح الدولية وبعلاقات ثنائية مع العديد من الدول باتجاه ضرورة الاعتراف، وخاصة نحن نتحدث بأن هذا الاعتراف يدلل على فكرة الاعتراف بحل الدولتين. نعم. العديد من الدول تعترف بحل الدولتين، ولكن المقابل هي تعترف بدولة إسرائيل ولا تعترف بالدولة الفلسطينية. لذلك هذا مع دكتور جهاد، عذرا على رداءة الصوت من المصدر، أستأذنك في الوقوف بمكان أفضل. أيوة نعم دكتور جهاد. تسمعني جيدا؟ أسمعك. يعني كيف يمكن البناء على هذه الخطوة والعمل على استثمارها في إطار وقف جماح إسرائيل والتوجه نحو نيل العقاب الدولي المستحق لها؟ يعني أعتقد بأن الأمور ستكون بشكل إيجابي أكثر، وخاصة بأن هناك حالة من التوتر ما بين هذه الدول وما بين دولة الاحتلال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على العديد من المواقف المتعلقة سواء على الصعيد الشأن القانوني وعلى الصعيد السياسي وكذلك في إطار المؤسسات الدولية. ونحن نعلم جيدا بأن هذه الدول لها من المكانة والتأثير في دول الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بالعديد من الشراكات التي هي مع دولة الاحتلال، وفي حال اعتراض أحد هذه الدول على أي شراكة متعلقة بدولة الاحتلال، إذا سيكون هناك وقوفا أو توقفا عن التعاطي مع دولة الاحتلال. هذا من جانب. من جانب آخر، اللعب في إطار دور الجمعية العامة المتحدة، ونحن نعلم بأن هناك القضايا المرفوعة على دولة الاحتلال سواء في محكمة العدل الدولية أو المذكرات التي أعلن عنها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، ولذلك ستكون أو ستضيق أو سيضيق الخناق على دولة الاحتلال وعلى قادة دولة الاحتلال في التعاطي أو التعامل، ولذلك سنجد أو سنصحو في يوم من الأيام لنجد بأن دولة الاحتلال أصبحت دولة معزولة عن أولا عن محيطها، ثانيا عن العالم بأسره، خاصة هي ما تدعي بأنها دولة متحضرة ومتقدمة وتلتزم بالقانون كأحد الدول الأوروبية. سنجد بأن هناك حالة من اللفظ من قبل الدول الأوروبية تلفظ هذا الكيان خارجها أو في حالات الشراكة والتعاطي، وكل ذلك سيكون بمجهود وبتأثير إيجابي كبير على مستقبل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى المواقف التي ستتجسد سواء في الأمم المتحدة أو خلال مجلس الأمن الدولي أو حتى في إطار المنظمات الدولية، مجلس حقوق الإنسان الدولي، أو في إطار العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ما بين دولة الاحتلال وهذه الدول. حتى استمعنا اليوم إلى وزير خارجية الاحتلال يتحدث بأنه يريد فرض عقوبات على هذه الدول، يريد فرض عقوبات على أسبانيا وعلى النرويج وعلى إيرلندا، وكأنه أصبح هو المتحكم بهذه الدول، بما يثير الخلافات ويثير مجموعة من الأزمات التي بالنهاية
ستنعكس سلبا على الاحتلال. واليوم استمعنا الخارجية الفرنسية تتحدث بأن قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليست من الموانع التي لديها، بل في أي لحظة قد تتجه إلى الاعتراف. ولا ورأينا المواقف الفرنسية والبلجيكية وغيرها من الأوروبية المتعلقة بقضية المحكمة الجنائية الدولية واستعداد العديد من الدول في حال وصول نتنياهو أو جالانت إلى هذه الدول سيتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. إذن في قراءة المشهد بشكل أوسع سنجد بأن تضيق الصورة على دولة الاحتلال في محاولة من إطار العزلة الكبيرة. وهذا من جانب، ومن جانب آخر الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بحالة أكثر عزلة من خلال فقدانها لحلفائها، وخاصة نحن نتحدث عن العديد من دول وضحت الصورة. دكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 29 بعد 200 على التوالي، باستمرار القصف العنيف واستهداف منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية. وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال قد ارتكب 6 مجازر جديدة بحق أهالي غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 138 إصابة خلال 24 ساعة ماضية، مضيفة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي قد ارتفع إلى 35709 من الشهداء و 79990 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة في شمالي وجنوبي القطاع، حيث أعلنت حركة حماس تمكنها من تنفيذ عملية مركبة استهدفت 10 جنود إسرائيليين تبعها استهداف قوة الإنقاذ بيت حانون شمال القطاع. كما أعلنت الحركة تمكنها من استهداف ناقلة جند وثلاث جرافات عسكرية ودبابة في مدينة رفح الفلسطينية. في المقابل أوردت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة فجر اليوم. كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستشفيات استقبلت قرابة 100 جندي منذ بداية العملية العسكرية في رفح الفلسطينية في 6 من الشهر الجاري. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم جنين الذي يشهد اشتباكات عنيفة لليوم الثاني على التوالي. ونفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش طالة عشرات المنازل في حارات المخيم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، وأطلقت النيران على آخرين، ما أسفر عن شهداء ومصابين. قمع وتطهير عرقي مستمر في الضفة الغربية المحتلة، كما هو الحال في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة ومخيم جنين الذي يشهد اشتباكات عنيفة. قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، بينما عملت آليات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف شوارع المدينة والمخيم وتخريبها وتحطيم عدد كبير من السيارات. قوات الاحتلال نفذت حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في حارات المخيم واعتقلت عددا من الفلسطينيين، كما اعتدت على آخرين ونكلت بهم وعبست بمحتويات منازلهم وعاست فيها فسادا وخرابا، وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني، وأطلقت النار على عدد من الفلسطينيين، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين بينهم إصابات خطرة.
وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية بانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم، ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى جنين الحكومية وسط انتشار للقناصة الإسرائيلية في أماكن قريبة من المستشفى، مما تسبب في نقص كبير في المستلزمات الطبية. قوات الاحتلال تتمركز في شوارع حيفا ونابلس وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة من المستوطنين الإسرائيليين، وحولت عشرات المنازل في أحيائها والمخيم إلى نقاط عسكرية وسط اندلاع للمواجهات العنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة. ولازلنا في الضفة الغربية المحتلة، حيث قرر وزير الدفاع الإسرائيلي إلغاء خطة الانفصال من أجزاء كبيرة في شمال الضفة الغربية، وهو ما يتيح عودة المستوطنين لتلك المنطقة. تأتي الخطوة بعد نحو 20 عاما من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون عام 2005 خطة أطلق عليها فك الارتباط أحادية الجانب، والتي بموجبها تم الانسحاب من المستوطنات ومن معسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة لأربع مستوطنات قريبة من جنين شمال الضفة الغربية. واضطرت إسرائيل لتنفيذ هذه الخطة في أعقاب تزايد عمليات المقاومة ضد المستوطنات القريبة من قطاع غزة ومعسكرات الجيش الإسرائيلي. وبتزامن مع اعتراف ثلاث دول أوروبية دفعة واحدة بدولة فلسطين، يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه لدخول الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، ولكن احتلال المعبر الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال والعمليات العسكرية هناك يمنع الدخول، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية وتوقف المستشفيات في قطاع غزة، إلا أن المساعي المصرية لوقف الحرب على الأشقاء الفلسطينيين لا تتوقف. المزيد مع كريم بيبرس من أمام بوابة معبر رفح المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. 16 يوما وهذه البوابة لم تغلق أبوابها على الإطلاق دخول المساعدات الإغاثية، إلا أن الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية قد قامت قوات الاحتلال باحتلالها ومنعت دخول المساعدات الإغاثية المختلفة. 16 يوما لم يدخل الوقود، لم يدخل الغذاء، لم يدخل المواد المستلزمات الطبية، وهذا ما يؤدي تحديدا في رفح الفلسطينية إلى أن المستشفيات أو الأماكن الصحية هناك على وشك أن تغلق أبوابها تماما ولن تستقبل أو لن تستطيع التعامل مع المصابين. مصر حملت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الإغلاق ومنع دخول المساعدات إلى الناحية الأخرى، وأيضا حملتها مسؤولية الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية التي تحدث هناك. مصر صرحت أنها من اليوم الأول لم تغلق أبوابها، وهذه البوابة لم تغلق منذ بدء العدوان، وهي لها النصيب الأكبر، حيث أن هذه البوابة هي البوابة الرئيسية في دخول المساعدات، و80% من هذه المساعدات تدخل بالفعل من مصر إلى الأشقاء في قطاع غزة. اليوم بالطبع هو يوم مختلف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دوليا وعالميا، حيث اعترفت ثلاث دول اليوم بالدولة الفلسطينية، وهو ما يساعد على حل الدولتين، وهو ما نادت به مصر كثيرا من أجل الوصول لحل سلام دائم ومستدام، خصوصا لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أيضا سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار أيضا الدخول لاستخراج المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. يأتي هذا بالتزامن أيضا مع منع قوات الاحتلال خروج المصابين من الأشقاء في قطاع غزة، وأيضا استمرار للقصف الإسرائيلي الغاشم على رفح الفلسطينية وعلى عدد كبير من الأحياء، واستمرار للهجوم البري، وأيضا يعني اشتباكات كبيرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال نسمعه من هنا
من أمام بوابة معبر رفح المصرية ونستمع لهذه الاشتباكات طوال الليل. هذه النقطة الثانية، لكن من أهم أيضا النقاط للتعامل معها مصر وهي ملف المفاوضات المستمرة بين جميع الأطراف للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. وصل عدد النازحين الذين تحركوا من رفح الفلسطينية فقط منذ أن أعلنت قوات الاحتلال أنها ستبدأ عملية في رفح، حتى إذا كانت يعني عملية محدودة أو موسعة، وصل إلى ما يقرب من 900,000 مواطن فلسطيني تحركوا من رفح الفلسطينية إلى أماكن أطلقت عليها قوات الاحتلال أنها آمنة، ولكن أيضا يتم قصف هذه الأماكن. وبينما حتى نحن نتحدث الآن وعلى مدار اليوم يستمر هذا القصف المستمر على الأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليك مرة أخرى. السادسة متواصلة نتابع فيها. أمام اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية العربية، مدبولي يدعو لتقديم الدعم المستحق للدول النامية وإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية. التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيره التركي هاكان فيدان على هامش مراسم العزاء الرسمي للرئيس الإيراني بطهران، وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وتركيا في المحافل الدولية المختلفة. شارك وزير الخارجية سامح شكري في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما. وقدم شكري عقب وصوله للعاصمة الإيرانية طهران واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، مجددا تضامن مصر مع دولة إيران الشقيقة في هذا الظرف الدقيق. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، حيث قدم شكري واجب العزاء للرئيس الإيراني المؤقت وجدد تضامن مصر مع دولة إيران الشقيقة في هذا الظرف الدقيق. هذا وقد شارك اليوم عشرات الآلاف من الإيرانيين وسط العاصمة طهران في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما الذين قضوا في حادث تحطم الطائرة شمال غربي البلاد. وانطلقت مواكب تشييع الجثامين بمشاركة شخصيات أجنبية بارزة من جامعة طهران إلى ساحة شاسعة بوسط العاصمة. وكانت مراسم تشييع الجثامين قد بدأت أمس في مدينتي تبريز وقم بمشاركة عشرات الآلاف من المشيعين. ومن المقرر أن تنتقل الجثامين من العاصمة طهران إلى محافظة خراسان الجنوبية لنقلها إلى مدينة مشهد مسقط رأس رئيسي، حيث سيوارى الثرى الخميس بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام رضا. حذرت وزارة الخارجية الروسية فرنسا من عواقب إرسال قواتها إلى أوكرانيا، مشددة على أن رد موسكو لن يكون سياسيا فقط. وأوضحت الخارجية الروسية أن الإجراءات التي ستتخذها روسيا في مثل هذا الحدث لم تحدد بعد، مشيرة إلى أن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيزيد من خطر وقوع اشتباك بين البلدين المسلحين نوويا. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بدأت المرحلة الأولى من مناورات عسكرية تتضمن تدريبا عمليا على تجهيز الأسلحة النووية غير الاستراتيجية والعمل على استخدامها في المنطقة العسكرية الجنوبية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وأضافت الدفاع الروسية أن المرحلة الأولى تتضمن تدريبات على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بما في ذلك صواريخ كينجال وإسكندر ذات القدرة النووية. هذا وتجرى المناورات في المنطقة العسكرية الجنوبية التي تتكون من مناطق روسية في الجنوب بما في ذلك على الحدود مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.
قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين، قال إن روسيا ستعتبر مصادرة إيرادات أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي انتهاكا لجميع أعراف النظام الاقتصادي العالمي. وذكرت بلجيكا أن دول الاتحاد اعتمدت رسميا خططا لاستخدام أرباح أصول تعود للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أوكرانيا وإيجاد موارد مالية أخرى. بلجيكا. حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024. وخلال كلمته أشار مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول من بينها الدول العربية. كما دعا مدبولي لتقديم الدعم المستحق للدول النامية ولإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية. وفي هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها. ومن هنا فإنني أشيد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدى السنوات الماضية، وهو ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية. وبالرغم من كل ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما عبر دعم قدراتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية. هذا وتتواصل الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بالعاصمة الإدارية حتى غد الخميس. وتضم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسات العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا العربية، انطلقت الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بالعاصمة الإدارية، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية. تضم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تساهم في عدد من المشروعات من بينها مشروع التجمعات التنموية ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر الأكبر من نوعها في العالم. المشروع اليوم مشروع مياه بحر البقر، مشروع له أهداف عديدة، طبعا من ضمن الهدف الرئيسي الهدف السادس اللي هو تحقيق مياه صالحة للشرب وكذلك صحة بيئية نظيفة. هذا المشروع راح يساعد مثل ما ذكرت اللي هو توفير مياه صالحة للشرب وكذلك استصلاح عدد من الأراضي، وبالأهم الكثير اللي هو تحقيق فرص عمل بما يعادل 100,000 نسمة. تأتي الاجتماعات السنوية للمؤسسات وهيئات التمويل العربية في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.
وعلى هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديوني، وذلك لاستعراض ملفات التعاون المشتركة. شدد مدبولي خلال الاجتماع على أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع مصر من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة. من جانبه قال عثمان ديوني إنه فخور بالشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي ومصر، مستعرضا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص، وهي رسالة طمأنة لجميع المستثمرين. وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد مدبولي أن الحكومة تواصل خطواتها من أجل سرعة إنجاز المشروعات المختلفة ودخولها حيز التشغيل وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي. وخلال الاجتماع جدد مدبولي التأكيد على أن مصر تواصل العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفير الدعم اللازم لذلك من أجل فتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب ولأفكارهم المبتكرة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بدولة الكويت الشقيقة، التي تمتد لتشمل العلاقات الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية بين البلدين وأواصر الإخاء بين شعبي مصر والكويت الشقيقين. وخلال اتصال هاتفي هنأ رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بتوليه منصب رئيس وزراء الكويت بعد صدور مرسوم أميري له بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستمرار العمل مع شقيقه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي لدفع علاقات التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيسة برلمان جمهورية تنزانيا توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي والوفد المرافق لها. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن مصر تعتبر تنزانيا أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في أفريقيا، فضلا عن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في ظل عضويتهما في حوض نهر النيل. وتطرق مدبولي إلى الحديث عن سد يوليوس نيريني التنزاني الذي يعد أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في تنزانيا وينفذه تحالف مصري. استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة توليا أكسون. وأكد جبالي على حرص البرلمان المصري بالانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أنه يحظى بعلاقات تاريخية وطيدة مع الاتحاد. كما أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بتنزانيا، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات على مستوى القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، وعلى حرصهما بتبادل الرؤى والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. أما الآن موعد وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة. نتحول إلى مرنا إيهاب وأخبار الاقتصاد. أهلا بك مرنا، تفضلي. أهلا بك نهى، وأهلا بك حكمة، وأهلا بحضراتكم. هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا.
بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع نائب رئيس شركة تشيل العالمية سيدريك ريمرز ورئيسة شركة تشيل مصر داليا الجبري أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في ظل تكثيف الشركة لعملياتها في مصر وخاصة تنمية الآبار. وخلال اللقاء أكد الملا أن شركة تشيل شريك استراتيجي لقطاع البترول. من جانبه أشار نائب رئيس شركة تشيل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر وتكثيف جهودها في ضوء حملة البحث والاستكشاف التي تجريها حاليا ونجاحها في تحقيق الكشفين المهمين ميناء غرب وخوفو، بالإضافة إلى تنمية المرحلتين 10 و11 من مشروع غرب دلتا النيل العميق. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.9% ليصل إلى 81.98 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.9% إلى 77.85 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 1.17% لتصل إلى 2.44 دولار للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 86% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة، فضلاً عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين. وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية بنسبة 1.9% لأدنى مستوى له في أكثر من 3 أشهر. وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة تقدر ب 0.3%. كما قاد المؤشر فاينانشال تايمز البريطانية الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3% في شهر أبريل، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل. سجل التضخم في المملكة المتحدة تباطؤا كبيرا في شهر أبريل متراجعا إلى 2.3% بمعدل سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو من عام 2021 بفضل خفض في رسوم الكهرباء في البلاد خصوصا بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. وأوضح المكتب أن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا واضحا جزئيا في ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات في شهر أبريل، ويقترب المعدل المسجل في شهر أبريل من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا المركزي بنسبة 2%، إلا أن خبراء الاقتصاد يشددون على أن التراجع الحاصل أقل مما كان متوقعا، وبقي التضخم في المملكة المتحدة لفترة طويلة الأعلى بين دول مجموعة السبع بعد الجائحة، ووصل إلى 11% نهاية عام 2022، ما أثار أزمة كبيرة على صعيد القدرة الشرائية. أكد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استئنافه الجهود لمكافحة التضخم، معتبرا أن زيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي قد يكون غير ضروري. يأتي هذا في حين تراجع معدل التضخم الاستهلاكي في أبريل الماضي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول من العام الحالي. من جديد،
عادت الحرب الأمريكية على مستويات التضخم، خاصة بعد تأكيد عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي كريستوفر وولر على أن معركة البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم استؤنفت على الأرجح الشهر الماضي. هذه الحرب أسفرت عن انخفاض معدل التضخم الاستهلاكي في أبريل الماضي، وهي أخبار جيدة لأصحاب القرار في الاحتياط الفيدرالي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول، دفع ببعض المسؤولين للتساؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام. في الوقت نفسه أوضح المسؤول في الاحتياط الفيدرالي أن بيانات التضخم لشهر أبريل تشير إلى مواصلة التقدم نحو بلوغ هدف البنك المركزي الأمريكي بعيد المدى المتمثل بالوصول إلى 2%. العضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياط الفيدرالي أكد أن هذه البيانات تشير إلى نجاح السياسات في تخفيف الطلب الكلي، الأمر الذي سيدعم التقدم المستأنف في خفض التضخم. وقد تكون لهجة وولر الأكثر إيجابية موضع ترحيب من الأسواق المالية التي تلقت عدداً من التوقعات الأقل إيجابية من مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي منذ بدء الارتفاع التضخمي. وحملت تصريحات وولر تفاؤلاً وإن كان حذراً، ووفقاً له فإن البيانات تشير إلى أن التضخم لا يتصارع، معتقداً أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ربما تكون غير ضرورية. ويرى العضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياط الفيدرالي أنه وسط غياب ضعف كبير في سوق العمل فإنه يحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم قبل أن يدعم تخفيف الموقف المتعلق بالسياسات النقدية. مشاهدينا، هذه نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى نهى وحكمت. شكرا لك ميرنا. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. مصر تجدد رفضها القاطع للمخططات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء، وتؤكد أنها لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها. إسبانيا وإيرلندا والنرويج تعلن اعترافها بدولة فلسطين، وحماس والسلطة الفلسطينية ترحبان، وإسرائيل تبلغ سفراء الدول الثلاث باحتجاجها. إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية ما يتيح عودة المستوطنين إلى المنطقة. إذن انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم، إلى اللقاء في أمان الله. We'll be right back.